السلام عليكم ورحمه الله الاخوان، اموركم هانيين؟ كل شيء بخير، كل شيء على خير. كنتمنى تكونوا في تمام الصحه والعافيه، ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم ان شاء الله اخوتي نحاول نتكلم فيه على الزيت اللي كنستعمل للموتور ديالي، سواء سيماتي سواء صانيا سواء اي موتور دوزو. الزيت اللي كنستعمل، اول حاجه الاخوان خصنا نعرفوها على الزيت، هي الزيت اللي تحتاج الماكينه ديالي، حيت كاين طوطو وكاين كاترطو وكاين الزيت ديال الطوموبيلات والكاميوات، هذوك خلاص كيمشيو تقريبا بحضاعتهم. الخوت انا اول حاجه خصني نعرفها ان الموتور عندي فيه ماكينه كاترطو، لانها كتحرق ليسانس على اربعه الاوقات، مع عمليه الاحتراق كتقوس في اربعه الاوقات، اي كاترطو، اربعه كتعني كاترطو. المهم خوتي، نقطه اخرى اللي خصني نفهم هي ان في حاله المدينه اللي فيها الجو بارد بزاف ودرجة الحرارة طايحة، ديما طايحة ما بين 10 وحتى 40، ديما إذا خصني نستعمل زيت 10W40 للوجوج، نسبة اللجوجة ديالها زيت لذيذة بزاف، زيت خفيفة كيف ما كنقولو حنايا. وفي حالة في مدن أخرى اللي فيهم الطقس درجة الحرارة مرتفعة، خصني نستعمل زيت اللي قاصح اللجوجة ديالها ثقيلة، 20-50. هنا انا في الشمال الزيت الهواء ديما الجو درجة الحرارة ديما ما كطيحش على 10 وما كتزيدش على 40، نادرا ما كتزيدش على 40، الا هادشي كنستعمل على طول العام 10W40. في حالة الا كنت غنشد شي طريق طويلة ولا هادي كنعمل 10W50 ولا 20W50 على حسب اللي متوفر. مدن اخرى اللي فيها درجة الحرارة مرتفعة خلاص خصهم في الصيف 20-50، في الشتوى 10-40 خفيفة. المدة الاخوان كتختلف من زيت لزيت، كاين المهم كاين اللي كيقول لك هادي زيت 7100 ضرب بها حتى 7100 كيلومتر، ولا هادي 5100 ضرب بها 5000 كيلومتر. لا خوتي، هادو مفاهيم خاطئة، مفاهيم خاطئة غلط، خاصك الزيت تبدلها. على هي النصيحه اللي كنعرف انا واللي كنصحوا فيها اغلب الشركات واغلب اليوتيوبر واغلب معلميه اللي معلميه ديال بصح، كيقول لك ما بين 1000 و1500. صراحه الاخوان انا الزيت كنبدل 1500، وبعض المرات كنوصل بها حتى 2000 على حسب. ونعطيكم واحد نقطه اخرى، الكيلومتراج ماشي معيار باش انك تعبر الصلاحيه ديال الزيت، تقدر اللي كيخدم داخل المدينه كيوقف في سطوبات، كيوقف ممر راجلين، كيوقف موطور مديماري، اذا ديك راه الوقت كيدوز، فهمت؟ ولا وقفتي الموطور غير دقيقه وانت بحال اللي ضربتي كيلومتر، فهمت؟ لان الموطور اللي كيدور داخل المدينه واخا ما يكملش ديك العدد الكيلومتراج القانوني. المهم خوتي، كنصيحه انا كنبدل الزيت على حسب نوع ديال الزيت، كنستعمل موتيل كنبدلها على 1500 كيلومتر، هذه بالنسبه ل 5100، بالنسبه ل 7100 كنبدلها على 2000 كيلومتر. هذا رأي شخصي وهادشي اللي كنعمل الموتوري، والحمد لله موتور ما فيه والو، ملي كنخوي الزيت كنلقاها مازال زيت لزيجه ماشي حارشه، وكنلقاها مازال في اللون ديالها. كما قلت لكم اخوتي، الزيت اللي كنستعمل هي هادي موتيل 7100 10W40 كاترطو 100% سانتيتيك، 100% صناعية. كاين 5100 كتجي 75 صناعية و 25% طبيعية، وبالنسبة ل 5000 كتجي 50% طبيعية و 50% صناعية. والزيت الصناعية أفضل من الزيت الطبيعية، حيث جميع المواد فيها صناعية، ما فيها شي حاجة طبيعية، مصنوعة 100%. الطريقه ديال التغيير الاخوان سهله، راه سبق لي شرحتها في فيديو سابق، غنخليها لكم في صندوق الوصف، ما بغيت نشارك الطريقه على حساب عايزي فيديو طويل وممل. بالنسبه للطريقه التغيير غنخلي لكم الفيديو في صندوق الوصف، ولا هو كتشوفوه الفوق في الاي. كنستعمل موتيل 7100 كنضرب بها ما بين 1500 الى حتى 2000 كيلومتر كيف ما قلت لكم. بالنسبه ل 1500 الا كنت داخل المدينه كنضرب بها غير 1500، اما الا كنت غنشد شي طريق طويله ولا مسافر كنوصل بها شي مره حتى 2000، وعلى حسب كل مره كيفاش. كنعمل 800 ديال المينيم، 800 ديال المينيم هي اللي كنعمل، غتلقى العادي كنشيط منها 200 مينيم، حتى كنجمع 4 ديال الفيدونجات كيبقى لي فيدونج
زايد. هذه في اي موتور دوز كنعمل هذه الطريقه دي فيدونج كيشيط ديك 200 ما كنعرقاش ولا نعمل لسنس لا ولا شي حاجه لا كنحتفظ عليها حتى تبديلات الزيت اخرى وكنزيد عليها 200 مينيم اخرى وهذا أربعة ديال لي فيدونج كنكون جمعت واحد الفيدونج الزيت الاخوان كاين اللي كيعمل يطرو الزيت ما كتلقاش فين الدور كتبقى الدور مصيره في الماكينه ومن بعد كتطلع الفلتر وكيبقى الموتور مع الوقت كيتخنق بالنسبه لهادي سيماتي جات فيها هذيك اللعيبه ديك الزيت اللي زايده كتخرج ليها راه كنت شرحتها في الفيديو ديال الريفيو ديك الزيت اللي كتشيط كامله كتخرج ديك التيو تما ومن بعد انت كتهرقا هنا الاخوان من بعد ما عملت 800 ديال المينيم هي اللي عملت شاطت هاد 200 المينيم غنحافظ عليها بالنسبه للاخوان نصيحه اخرى ما تبقاوش تبدلوا الزيت بزاف ديما حاول تستعمل نفس النوع ديما كتستعمل موتيل بقى موتيل كتستعمل بوتيلين بقى بوتيلين شيل بقى فشيل وحنا ماشي كنقول لك بالضروري انك تعمل موتيل ولا شي حاجه المهم حاول غير تستعمل نفس الزيت ديما وما تطولش بها مسافه بزاف كثر من القياس بحال دابا كاين اللي كيشوف فيها 7100 كيقول لك هذه تضرب 7100 لا هي ماشي 7100 كيلومتر هذاك غير ريفيرونس ديالها غير السيري ديالها الاسم ديالها من عند شركه عامله 7100 اما هي الزيت ما كيف ما قلت لكم اغلب معلمية كيقول لك ما بين 1000 و 1500 لا انا كنضرب بها حتى 2000 المهم هاد الترونسبارو هذا هو كيعطيني النيفو ديال الزيت اللي في الماكينه واش ناقصه بلا ما نقلب لا ما نبقى نقلب ولا عاد نفتح نقلب لا جوج كل صباح غير من تم هنا هرقت لي شي حاجه ديال الزيت الاخوان بعد نطفوها هاد الماكينه ديال الاخوان جات سيماتي الاولى ما دابا حاليا كتجي بحال جيتي نفس الماكينه غير الشكل ديال الكاشات اللي مبدل وهنا الاخوان كنكونوا وصلنا للافان ديال هذا الفيديو هذا كنتمنى اي واحد شاهد هذا الفيديو هذا ما يبخلش علينا بلايك في الفيديو اشتراك للقناه اي تساؤل خليوه في كومونتير كنجاوب على جميع الكومونتيرات بالنسبه لرابط المجموعه ديال الفيسبوك ديما كنخلي لكم في صندوق الوصف رابط الانستغرام حتى هو كنخليه وحتى الباج فيسبوك حتى هي كنخليها لكم كنخلي لكم الرابط ديالها وتحياتي لكم انس بايكر.